عشية انطلاق النسخة الثانية من رالي التحدي بالصحراء التونسية، انتهت كل الاستعدادات لتنظيم هذه النسخة الجديدة في أرقام ومؤشرات غير مسبوقة من حيث مسار الرالي وعدد المشاركين. غيوم وإكزافي، جئنا من جنوب فرنسا لنشارك لأول مرة في رالي تونس تحدي الصحراء. شاركنا في سباق مشابه بالمغرب، لكننا جد سعداء بتنظيمه في تونس بعد مشاركة سابقة تعود إلى 20 سنة مضت. المشاركون جاءوا من كافة أصقاع العالم، هناك من هم من اليابان ومن أفريقيا الجنوبية، والأغلبية هم من أوروبيون، وأعتقد أنه هناك ما يقارب 30 جنسية مشاركة. الدوره هذه اللي هي الدوره الثانيه معناها وعدنا عملناه باش ندوبليو لو نومبر دو بارتيسيبون، واليوم المتشاركين كي تشوف معناها فما 1000 عبد موجود هنايا، 1000 شخص منهم 750 في السباق ما بين 55 دراجه ناريه وكواد، 72 سياره وبيغي، 16 شاحنه، معناها شيء عظيم، معناها فرانشمون احنا فرحانين برشا خاطر هذايا باش يسوق برشا لتونس. هي النسخه الجديده لرالي التحدي بعد نجاح الدورة الأولى، نقطة انطلاقها جزيرة جربة وصولا إلى ولاية توزر. الهدف نتاعنا كما قلت أنت الاستمرار، وخاصة أنه راليات كبار كيف هذا، مثلا هذا رالي اللي هو أكبر رالي بعد داكار، اللي معناتها الحمد لله جاء في تونس وعنده قيمة كبيرة 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 ياسر بالنسبة لتونس. هذه النسخة الثانية، وما رجعت النسخة الثانية هذه إلا أنه هناك نجاح كبير على مستوى النسخة الأولى اللي صارت العام اللي فات على كل المستويات. مهم جدا التظاهرة هذه من الرياضات الميكانيكية بصفة عامة في تونس، يندرج ضمن خطة كاملة من وزارة السياحة التي تدعم مثل هذه التظاهرات في إطار تنويع وإثراء المنتوج السياحي على المستوى الوطني، مما يمكن من التمطيط من الموسم السياحي خارج السياحة الشاطئية وخارج الموسم السياحي. نسخة ثانية لثاني أكبر تظاهرة رياضية في الراليات والرياضة الميكانيكية في العالم تعود من جديد إلى تونس، وترويج متجدد للسياحة التونسية من حيث هذه التظاهرات الرياضية المميزة في العالم.